هذا ابو الشفر جاي يجازف اكثر من اللازم، والقران جاي يجازف اكثر من اللازم. جهود ذاتيه من الاهالي طبعا، غياب اي اطفاء مدني واي شيء. جهود ذاتيه من الاهالي السيطره على الحريق طبعا ما جاء. مزارع نخيل عامرة طبعا جنوب بابل، غياب اي دور للاطفائيات طبعا. الشفل جاي جازف طبعا يحاول اطفاء. طبعا الحرائق فعل متعمد. او شو تسوي له يعني؟ انا اروح اطب النار ما ترى اذا ما عاليات مالته. خلي يرجع لورا.